خلينا نروح ونطير سريعا الى صاله قناه او هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ومراسلنا ابن مدينه الاسماعيليه محمد توفيق عشان نعرف منه الاجواء والاستعدادات للمباراه، خاصه ان الفرقتين بداوا التسخين. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو كابتن احمد زكريا وكابتن حسام شعراوي نجوم النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر السابقين ومباراه نهائي كاس السوبر المصري، بطوله المستحدثه ما بين فريقي الاهلي والزمالك. بالطبع هي بطوله تقام لاول مره ما بين فريقي يعني فرق الاهلي الزمالك الاتحاد الجيش، اللي يعني يمكن المباراه الثالث والرابع انتهت حالا من لحظات قليله كابتن هيثم بفوز نادي الاتحاد 3-2 وتتويجه بالمركز الثالث، وان شاء الله مباراتنا اللي باذن الله تبتدي في تمام السابعه مساء ما بين الاهلي والزمالك على المركز الاول. بالطبع يمكن الدور الاول او الدور الترتيبي اقيم على صاله المقاولين العرب بالقاهره، والحمد لله النادي الاهلي يعني تفوق يعني اعتلى الترتيب، عشان كده لعب مباراه الدور النهائي بالامس هنا في صاله هيئه قناه السويس امام نادي الجيش وكسب 3-0، والنهارده امام الزمالك ان شاء الله، وباذن الله النادي الاهلي يتوج باول بطوله لكاس السوبر المصريه للكره الطائره. يعني عاوز اقول لحضرتك النادي الاهلي استفاد من الميزه اللي عملتها لجنه المسابقات باتحاد الطائره المصري واقامه كل فريق تدريبه هنا يوم الاحد الماضي على نفس صاله المباريات. يمكن النادي الاهلي عقب مباراه الزمالك على طول في الدور الترتيبي سافر هنا للاسماعيليه ووصل منذ يعني مساء السبت الماضي، اتدرب الحد ولعب مباراه الجيش بالامس، والنهارده باذن الله المباراه النهائيه. استعدادات اكثر من رائعه عملها الاتحاد المصري لكره الطائره هنا بصاله هيئه قناه السويس احتفالا باول بطوله او البطوله المستحدثه كاس السوبر المصري، وان شاء الله يتوج بها النادي الاهلي. يمكن باذن الله كمان ينتظر ان يحضر من مجلس اداره النادي الاهلي السيد عمرو فاروق يعني نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبالطبع موجود في الصاله كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وعدد كمان من نجوم النادي الاهلي في الالعاب الاخرى كابتن طارق الغنام نجم النادي الاهلي في الكره السله، وكمان المدير الاداري لفريق السله حاليا موجود في الصاله بيؤازر زملائه لاعبي فريق كره الطايره. باذن الله كل الاجواء بتقول ان احنا هنشوف مباراه كبيره وان شاء الله تكلل بالفوز وحصول النادي الاهلي على اول بطوله لكاس السوبر المصري للكره الطائره. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه. الكلمه كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلنا لحضراتكم وزي ما محمد وضح يعني المباراه خلاص لحظات وهتنطلق.